محمد بوحدة الكاسي العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية تحت الوسطات. بالنسبة للمكتب النقابي ديال شركة أوزون والاتحاد المحلي، تقروا برنامج نضالي احتجاجا على تأخر الأجور، وشركة أوزون معروفة وطنيا بأنها تتأخر الأجور على الأموال، ناهيك على مجموعة من المشاكل اللي كنا تنعرفوها هنا في مدينة الصطاد حول الملف المطلبي اللي كنا تناقشوه مع الشركة، واللي تبين أن شركة أوزون ديما تتخرق البنود ديال مدونة الشغل. فبعد واحد المجموعة ديال الاجتماعات من المديرية الإقليمية للتشغيل وبجامعة الصطاد، شركة أوزون لا زالت تتعنت رغم أنها الصفقة صارت على شركة أخرى، إلا أنها تتعنت تأدية أجور العمال. بحدود الساعة الأجرة ديال شهر يوليوز مازال العمال متوصلوش بها، هذا شهر غشت. لهذا فالبرنامج النضالي الذي سطرناه احنا غنكملوه إلى أن تتم تسوية يتم صرف أجور العمال. وشكرا. بالنسبة لكم أنتم اليوم يعني كنقابة أو كممثلين ديال هذه الأجرة ديال هذه العمال، شنو الإجراءات اللي اتخذتوها أو اللي غاتاخذوها؟ احنا مسطرين برنامج نضالي سطرناه الاتحاد المحلي والمكتب النقابي لشركة أوزون بالتنسيق مع النقابة الوطنية للجامعة الترابية والتدبير المفوض. البرنامج النضالي احنا خدنا فيه محطات من وقفات واعتصام. احنا غنعقدوا اجتماع اليوم لتكملة البرنامج النضالي، واللي غنشوف اعتصام ونقدروا نوصلوا لإضراب عن الطاعة. وشكرا. عرفنا براسك، شنو السبب ديال الوقفة احتجاجية؟ عبد الرحمن السوداني، فائق جمعوي وعامل نظافة بمدينة الصطاد، شركة أوزون. يعني شنو السبب ديال الوقفة الاحتجاجية ديال اليوم؟ السبب هي مجموعة من الأسباب، ولكن تصبت في كأس واحد وهو المطالبة بالأجر. علاش؟ أولا بادئا ببدء كنبغي نشكر الناس ديال الصحافة والإعلام والنزهاء اللي كيساندوا عمال النظافة في أحرك الظروف ديالهم. عمال النظافة اللي ربما يقاس يعانوا على الأمر من عند المسؤولين وحتى من عند الساكنة، من عند كما قلنا من عند المواطن البسيط وحتى من عند المسؤول. هذه وقفة جاءت احتجاجية أو وقفة تنديدية. باش علاش؟ لأننا ما تخلصناش في الأجرة ديالنا، ناهيك أن الشركة يقال بأنها غاترحل أو ستغادر المدينة، وبالتالي فنحن نسير في نفاقين يبقى لحد الآن مظلم للغاية. ما عرفناش أشنا هي المتغيرات، لهذا نطالب بالحقوق ديالنا من أبسطها وهي الأجرة. كما قلت أشكر الناس ديال الإعلام، والسؤال ديالي لجوج ديال الجمعيات اللي تدعي بين قوسين إما حقوقية نظرا لأن عمال النظافة مهضومة الحقوق ديالهم كما كتشاهدوا، فهم يطالبون بأبسط الحقوق، لا سيما أن عمال النظافة اشتغلوا في أيام كورونا واشتغلوا في أيام الصيف رمضان العيد كبير ما كيتوصلوا بلا والو، قفة ديال رمضان ولو أي مساعدة ولو كانت بسيطة. قول يا سيدي، دابا هاد اليومين اللي درتو نتوما هاد الوقفة، شكون دوا معاكم التواصل؟ كانت كتجي وعود ربما بين قوسين غنسطروا عليهم كلهم كاذبة، لأنهم كيقولوا سيروا تخدموا مع الوحدة مع 12 غتخلصوا. كيمشيو لعمال النظافة كيتلقاو موالين الكرا، كيتلقاو موالين ديور كما نقولوا الناس ديال الحوانت، كيقولوا لهم راه مع الوحدة غنتخلص. كيمشي مع الوحدة جوج ثلاثة كيعود كيتسلط عليه، فالموس كما نقولوا الجنية وصلت للعظم. علاش؟ كما قلت الكلمة اللي بغيت نقولها ونوجهها كما قلت الناس ديال الحقوقيين الوقفة الاحتجاجية، ما شناش اليوم أعطاء. طالبين شنو هذا؟ قبل ما نطالب فوجهت الكلمه حتى للناس الجمعيه البيئيه، لان البيئه منضعتنا مضره. المطالب ديالنا جد بسيطه، عوضا باش ناخذوا الحقوق ديالنا لا باسات يوم الشركه ربما الشركه ضربت 8 سنين كانوا خاصهم يعطونا واحد الدعم او حافز، فاحنا كنطالبوا فقط بالاجره. شوف وين وصلت بنا الامور، اننا عوضا باش نطالبوا بشي حاجه اللي حقنا ولينا كما كيعطينا الدستور، فكنطالبوا فقط بالاجره. واش موافقين تيجي يحسسوا عليكم الاجره ولا اول مره؟ مرارا وتكرارا خير وقع الدليل، يعني دائما عندكم هذا الشيء اصبح متكررا معمول به في اوقات من الاوقات. مثلا كما وقع قبل قبيل عيد الاضحى، فكانت وقفت في المجلس امام المجلس الجماعي، كانت دائما تكون وعود ربما تكون على فترات متقطعه. المراد بها هو انه قتل او ان هذه القوه او هذه ديال كما نقولوا النضال انها ما تبقاش، لكن المراهقين لانك امام الضعف امام الفقر امام الحاجه فكتمشي كترعن، ورغم ذلك تدوز واحد المده كتعاود تراجع وترجع ثاني ودير نضال جديد. رسالتكم الاخيره؟ الرساله الاخيره على المجتمع المدني ان يقوم بدوره، ان يساند المسانده كما عهدناه فيه
لانه هذا هو علاش تخلقت جمعيه المجتمع المدني. ثاني حاجه نطالب المسؤولين بالالحاح، فاذا كان سيدنا جميع الخطابات الساميه كيعطي حق المواطن خصوصا عمال النظافه فتحيه كاع جميع كما نقولوا الله ينصر سيدنا الله يخلي لنا. فهذا ما نطالب رساله واضحه معالي ان المسؤول يقوم بالدور ديالو، الجمعية تقوم بالدور ديالها، والعامل راه كما كتشاهدوا كيقوم بالدور ديالو سواء كورونا او قبل كورونا، فهو لابس واحد البيستا ديال الجندي، جندي في الصفوف الاولى ديال المعارك. وبالتالي فتحيه حتى للرجال ونساء الاعلام الصحفيين المتميزين على النزاهه ديالهم، وكنشكر كل شكر كل واحد كيقوم بالعمل ديالو في البلاد ديالنا والوطن ديالنا الحبيب. شركه قصور حجري حسن مدينه الصات، دابا 3 ايام ديال النضال وهاد الناس ما بغا يديروا معنا حتى حل. الله يرحمني من الوالدين والله يهدي الناس الله يهديهم علينا، والناس راه خاص يعرفوا حسابنا، حنا راه عمال النظافه البلاد كتبقى فينا كتبقى مرونه. الله يرحمني من الوالدين يزيدوا معنا شي حل، 160 عامين مساكن كيتسناو في الله والثومه. الله يرحمني من الوالدين، انا الصطات كترول وكيبقى فينا الحال، حنا ولاد الصطات وكيبقى فينا الحال. وكان السيد الرئيس خاص يعرف حالنا، السيد العميل، السيد الباشا، الناس خاص ينضروا بينا هاد الناس هادو. والله يرحمني من الوالدين وشكرا. شحال دابا ديال العمال عندكم؟ كاين 160 عميل، سي راهم واقفين وشي باقيين خدامين. وخرين خدامين علاش خدامين؟ ما فهمتش اخويا هاد الناس هادو. سمعتي زوج نقابات ما فهمتش هاد الناس كيفاش، والله يهديهم علينا. وهاد الناس حتى النساء العيال حتى هما خدامين معاكم ما مخلصينش هما؟ ما مخلصينش هما. دابا هي شهرين غاديين في ود بلادي، هاد الناس ما عرفوش يديروا معنا حل، حتى واحد ما كيجيو مع عندنا حنايا هاد الناس هادو. مشيتوا للجامعه؟ مشيتوا جميع الابواب خاصين حنا كنعاودوا فين غد من غد الباشا خاص يجيو عندنا هنايا خاص يجيو عندنا هاد الناس. الله يرحمني من الوالدين وشكرا شكرا والله ينصر سيدنا. كثير عام ديال نقابات الاوزون مدير الوزاره اكبر تمثيليه، هاد الناس ديال مريهين. البارح جا عندنا المدير وعيطنا رسالة القايد ديال المندوب ديال المدير ديال اش؟ المدير ديال الأوزون شركة الأوزون. قال لك أودي راه غتخلصوا جا عندنا في 6 الصباح أمس اللي عندنا هنا، قال لك سيروا تخدموا وراه اليوم الفلوس غتدوز من ديال النهار. مشينا خدمنا لحقت عشية ما جاتش، عيطنا ليه قلنا له الفلوس، قال لك صبروا صبروا، قلنا له إلا ما خلصناش ما غنخدموش، خلصتونا نخدموا. دابا ما جاتش عندنا شي مسؤول ولا طلع علينا ولا تحاور معنا الحوار، ما كاينش شي واحد يتحاور معنا. وهما اش يقولوا؟ عندهم نهار 25 كيقولوا غادي نحارب، حنا بغينا نعرفوا خاصهم يتحاوروا معنا، حنا مكتب نقابي، لكن مكتب الكاتب العام وديال النقابه وكلشي خاصهم يتحاوروا معنا وقولوا لنا واش زايدين واش غاديين. حنا ما طالبينش، طالبين الخلصه ديالنا الحقوق ديالنا، طالبين الزوري ديالنا. من ولاد دابا باقي يومين، غادي يومين ولا عندنا شهرين، راه يومين ولا عندنا شهرين، وعلى 6 ايام حيت هما نهار 6 نهار 25 راه غنشوف حالهم، راه غتولي عندنا 6 ايام اخرى. الله يجازيكم بخير، حنا بغينا السلطه وسعاده الباشا وسعاده اياد السلطه والعامل وسعاده الرئيس وقفوا معنا وتعاونوا معنا، راه حنا حياه قصار. الله يجازيك بخير، الله يجازيكم بخير. شحال من يوم دابا انتم واقفين؟ حنا دابا قول 3 ايام ولا نهار خدمنا فيه البارح، ملي جا عندنا المدير مشينا خدمنا وقلنا الخلطه غدوز بها 12 نهار ولا الجوج ما دازتش. حنا دابا راه حنا واقفين وتقول واحد السي مسؤول جا عندنا ولا ما جا عندنا حتى واحد؟ ما جاش عندكم حتى شي واحد؟ ما جاش عندنا السي مسؤول كاع، راه هذا هو اللي كنطالبوا حنا من السلطه تعاون معنا الله يجازيهم بخير، وتعاون معنا سعادة الرئيس وسعادة الباشا وسعادة القياد والعامل الله يجازيهم. ودابا السطات دابا كتشوفوا دابا بركتوني ثلاث يومين كنطالبوا حنا ما كنطالبوش حاجه، كنطالبوا الخلصه ديالنا وخلصونا نخدموا في الليل. شحال شحال مازال كتسالوا انتم كل شيء؟ كتسالوا شهر وشهر اخر بقات يومين وغيموت، حيت علاش؟ حيت اوزون نهار 25 تيقولوا هذا التمديد ديالها سالب. غنوليو تسالوا شهرين وست ايام. شهرين وست ايام، حيت مشات نهار 25 غنوليو تسالوا شهرين وست ايام. الميدان سمعوا زادوهم خاصهم يبركوا معنا. شفتك اليوم كنقابي شنو هي رسالتك؟ شنو توجه؟ رسالتي يجيو يبركوا معنا ويتحاوروا معنا ويقولوا اش حتى واحد ما تحاور معنا، لا سعادة الرئيس، لا حتى واحد ما تحاور معنا، جي قلتوا معنا، راه حنا مكتب نقابة. الجماعة مشيتوا ليها؟ الجماعة مشينا هضرنا قدام تاعينا، حتى واحد ما خرج عندنا. حتى شي مسؤول ما خرج عندنا، خرج عندنا جا عندنا الباشا القايد، قال لك عطونا يومين غادي الفلوس، حتى حاجة ما كاينة. هذه هي المسؤولية. ورئيس الجماعة شنو؟ الجماعة تبقى معنا. الله يجازيهم بخير. وعطونا حنا مع الحوار. حنا راه جيت تحاوروا معنا. حنا تنطلبوا حاجة اللي تنطلبوا وهي الزور ديالك خلصوا
صافي هادشي بغاو نخدموا معاهم في الليل نخدموا معاهم في الليل بغاو نخدموا معاهم الصباح نخدموا معاهم الصباح على بساعة الدين خلصونا دابا نخدموا معاهم دابا كنت معاكم أنا العيالات العيالات تما ما خلصيت عيالات ورجال عيالات ورجال تما ما خلصيت العيالات تما ما خلصيت وجا واحد دابا من مكتب أخر جا قال لهم صحاب العقدة غادي نجروكم دابا مشيتو تخدموا غادي نجروكم بغينا نعرفوا شكون هاد السيد اللي غينجرهم غيحبسهم من رزق ولادهم بغينا نعرفوا شكون هو وتحية الله يجزيك بخير والكمال راه غيكمل تحية المحل مرحبا الله يجزيك بخير الوطن المحلية تحية لإيطاليا وسط المحلية تحية لإيطاليا وسط المحلية تحية لإيطاليا وسط المحلية تحية لإيطاليا وسط المحلية تحية لإيطاليا شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.